السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي المشاهدين، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم تحيا مصر، واللي بنسلط فيه الضوء على الشخصيات في مجال الفن والسياسة والاقتصاد والأدب. والنهاردة هنستكمل حوارنا مع المهندس عيد عبد الهادي، رئيس مجلس إدارة شركة إيدوكو للعقارات والخبير العقاري بمدينة 6 أكتوبر. شرفتنا يا باشمهندس عيد. أهلا وسهلا أستاذ عصام. طبعا اتكلمنا في الحلقة اللي فاتت عن أهم الأراضي اللي هيتم طرحها في الجهاز مدينة 6 أكتوبر وكده. النهاردة في خبر احنا جالنا إن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة أعلنت عن مميزات جديدة للتسديد اللي بالنسبة للناس اللي على أقساطه كده. نازلنا في إيه القرار ده وإيه أبعاده؟ تمام. هو طبعًا في ناس متأخرة على الأقساط. تمام. فمثلًا اللي أديله قسط أو سنة أو اتنين أو تلاتة ما دفعش الأقساط بيدفع وما بيدفعش فوايد. تمام. يعني الفوايد اتشالت لغاية شهر 15/3. تمام. يدفع بدون أي فوايد، يعني مثلاً أصل المبلغ 100,000 هيدفع 100,000، لو عليه مثلاً فوايد 20-30,000 هتتشال. بسبب مثلاً موضوع كورونا ولا بسبب الركود اللي حصل مثلاً؟ لا بصراحة هو بيتعمل كل سنة، بس السنة دي عملوها يعني مدوها شوية، يعني بيحاولوا بقدر الإمكان يعني يسهلوا الامور للعميل. انت شايف ان حضرتك القرار ده قرار حكيم؟ يعني مثلا هيستفيد منه مثلا الناس اللي بتستلم الاراضي دي هيستفيد منه ازاي؟ طبعا يا استاذ عصام، وانت دلوقتي في ناس عليها حوالي مثلا اقساط ممكن تعدي نص مليون جنيه. تمام. فيشيل فوائد كتيره جدا، بيشجع كتيرة الناس جداً. تدفع يعني ايه بسرعه. طب هل في وقت معين مثلا، فتره معينه مثلا تم الاعلان مثلا استداد من فتره من كذا لكذا؟ هو حاليا مدوها لغايه شهر 15/3. تمام. طب كنا عايزين نعرف ايه اهم الاراضي اللي هيتم تسليمها في مدينه 6 اكتوبر، واهم برضو الاراضي هتنزل في القرعه؟ هو طبعا في كذا ارض بتتسلم حاليا، وفي اراضي هتتسلم خلال شهر 2 و3 اللي جاي. تمام. وفي اراضي نازله على شهر 2. تمام. يعني خلال الاسبوعين اللي جايين. يعني لا انا بتكلم اللي هيتسلم فتره من كام لكام، يعني مثلا الاراضي اللي هتتسلم. هو طبعا في حاليا دلوقتي بيسلموا مسلسل ثلاثة تبع جهاز حدائق اكتوبر. تمام. على طريق الفيوم. تمام. على فكره المكان ده سياحي، جنبي سان كابيتال وجنبي نادي الزمالك ونادي الترسانه والقريه الكونيه. تمام. واستاد مبارك، وعلى طريق الفيوم راسا، وقدامك الناحيه الثانيه الاهرامات. تمام. فحتى عاملين مدينه سياحيه اسمها سان كابيتال، دي على اساس تخدم السياحه. طب وبالنسبه بقى لاراضي القرعه، يعني مثلا ايه اللي هيتم، امتى طرح الارض القرعه؟ هو في يعني منشور نزل اللي خلال شهر 2 هيكون في قرعه جديده على مستوى المدن الجديده كلها. طب هل في مثلا مناطق معانا في 6 اكتوبر هيتم فيها طرح اراضي القرعه؟ طبعا احنا حاليا دلوقتي اكتوبر خلاص خلصت، فاحنا داخلين على الامتدادات اللي هي اكتوبر الجديده. اللي هي اكتوبر الجديده. وحدائق اكتوبر الجديده. انت شايف حضرتك مستقبل مدينه اكتوبر الجديده، يعني الناس كلها بتتكلم عنها، شايف حضرتك مستقبلها ازاي يعني؟ طبعا مدينة جديدة فبيبقى متنظمة، يعني بيستفادوا من خبرة المدن القديمة. تمام. يعني مثلا اكتوبر خلاص اتعمل، فبيحاولوا يعملوا اي تطورات. ده امتداد لاكتوبر الجديدة. امتداد ليها يعني. امتداد ليها. وهتبقى واجهة استثمارية كبيرة بالنسبة للنشاط العقاري في مصر. طبعا فيها. لانها متقاطعة مع محافظات ايه يا باشمهندس؟ هو طبعا في الطرق اللي احنا حاليا حتى في فيديو ان شاء الله هنعرضه. تمام. الطرق والمحاور اللي في مدينة اكتوبر الجديدة. تمام. طب يا جماعه نشوف الفيديو اللي هيعرضه المهندس عيد اللي هيشرحه دلوقتي. عن اتفضل يا باشمهندس. طبعا مدينه اكتوبر الجديده امتداد لمدينه اكتوبر. تمام. بعد منطقه المصانع بتبدا اكتوبر الجديده. تمام. طبعا الحزام الاخضر، وفي المطار، وبقى في المحاور الرئيسيه اللي اتعملت. طب باشا باشمهندس، انا عايزك تقول لي مثلا الطريق ده بيودي على فين؟ يعني مثلا هل ده بيودي على الفيوم، والطريق ده مثلا بيخش على طريق مصر اسكندريه الصحراوي؟ هو حضرتك طبعا الطريق الاقليمي ده اللي هو بيجي دايركت من مصر اسكندريه. مصر اسكندريه. تمام. يوصل لطريق الفيوم، يوصل للفيوم. يوصل للفيوم. ماشي. ده الاقليمي. طب ايه اهم الاراضي اللي بتقع على الجانب بتاعه؟ ما هم دلوقتي عملوا مدينه جديده اسمها اب تاون. اب تاون. تمام. دي منطقه فيلات افخم منطقه موجوده في 6 اكتوبر عامه. تمام. ومستوى المعيشه هيبقى عالي جدا، فيها كل الخدمات، وجنبها القطر الطاير. تمام. والمترو، وهيبقى فيه محطه تبادل. تمام. بين القطر الطاير والمترو. تمام. زي الفل. بالظبط، على اساس ينمي الحزام الاخضر. ده طبعا من ضمن المشروعات اللي اعلن عنها سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي، اللي هي ربط القاهره الكبرى كلها ببعضها. خلاص، هي كده اتربطت خلاص بكل المدن. تمام. خلال الخمس سنين اللي جايين
هيكون القطر الطاير والمترو كل حاجه مرتبطه بمدينه 6 اكتوبر الجديده. طبعا هتبقى يا فندم زيها زي العلمين الجديده، زي المدن العاصمه الاداريه، ويمكن تتعداهم كمان. يعني انا شايف بسم الله ما شاء الله الوضع في 6 اكتوبر الجديده على اساس احنا عندنا امتدادات كبيره، امتدادات كبيرة ومتقاطعه مع عده محافظات. واحنا وصلنا لغايه طريق الواحات، طريق الواحات وصلنا لغايه طريق مصر اسكندريه، لحمنا فيهم خلاص سفنكس جديده، تمام، وصلنا لغايه الفيوم. طب اهم المناطق الاستثماريه على الخريطه بتاع اكتوبر الجديده، يعني مثلا حضرتك شرحت لنا دلوقتي الطرق، انا عايز اعرف تقول لي دلوقتي اهم مناطق. انا دلوقتي عايز اشتري ارض استثماريه، عايزك تقول لي اشتري فين في الخط ده كله. ما هو خلاص احنا كده بدانا في المنطقه الجديده، تمام، اكتوبر، لان اكتوبر القديمه خلاص الاراضي فيها شبه خلصت، تمام، واتبنت، تمام، والحاجات اللي بتتسلم الايام اللي جايه كلها على بعض ما تجيش 500 600 قطعه، تمام، ده اللي داخل 6 اكتوبر. فاحنا لازم يبقى في امتدادات على اساس خاطر المدينه فعلا فيها مستثمرين كتير وفيها، تمام، مصانع. ده حتى في منطقه مصانع، تمام، اتعملت في اكتوبر الجديده، تمام. ماشي يا باشمهندس اتفضل. والله حضرتك دلوقتي كنا بنتكلم برضو بالنسبه للفيديو اللي اتعرض ده، شايف حضرتك ان 6 اكتوبر الجديده دي هتمثل نقله نوعيه كبيره في التاريخ العقاري في مصر؟ طبعا حضرتك، ما هو لازم يكون في امتدادات وفي مستثمرين، تمام، وفي شركات كتيره مقاولات، تمام. هل قدر مثلا عدد مثلا الاراضي اللي هيتم طرحها مثلا في مدينه اكتوبر الجديده مثلا؟ هو ده احنا حاليا اول حاجه اتطرح 7000 قطعه منطقه اب تاون، منطقه فيلات على افخم مستوى، تمام، ومستوى عالي جدا، حتى مستويات الشخصيات اللي موجوده عاليه جدا جدا ومتنظمه بطريقه حديثة جدا، تمام. بعد كده عندك في اللي هي القرعة 2018 دي 7000 قطعة اكتوبر الجديدة وحدايا اكتوبر، تمام، اللي هي تبدأ من آخر، يعني حدايا اكتوبر دي بتبدأ من عند المصانع، تمام، واكتوبر الجديدة اللي عند المطار. احنا طبعا هيبقى في معانا مداخلات في الحلقة، الناس برضه بتحب تستفسر برضه عن، لو حضراتكم يا جماعة جاهزين معانا بالمداخلة اللي برضه، في حيث ان الناس عايزه تفصل عن افضل مناطق الاستثمار العقاري كده في 6 اكتوبر وكده، تنصحهم بايه؟ انا مثلا عايز استثمر في مدينه اكتوبر الجديده، تنصحني استثمر فين بالظبط؟ هو حاليا دلوقتي بيتم استلام بعض المناطق. لحظه يا باشمهندس، معانا الباشمهندس عامر عبد الهادي مدينه 6 اكتوبر، اتفضل يا باشمهندس. السلام عليكم. وعليكم السلام. ازي حضرتك؟ عامل ايه؟ الحمد لله تمام يا فندم، اخبار حضرتك؟ شرفتنا ونورتنا في برنامج تحيا مصر. ومن حسن حظ حضرتك ان معانا طبعا يعني الخبير العقاري الكبير في مدينه 6 اكتوبر المهندس عيد عبد الهادي، طبعا افضل خبير عقاري يمكن يكون على مستوى مصر وفي مدينه 6 اكتوبر كلها يعني. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا حضرتك، لو عندك اي سؤال ممكن توجهه للمهندس عيد. انا كنت بس بتكلم، احنا من سكان المنطقه في حدائق اكتوبر اسمها المحصوره الف وب، وفي يعني مشاكل داخليه، الكهرباء والميه ومفيش سفليت في الشوارع وكده. لا مستلمين من 2014 ومفيش اي، لسه الخدمات الداخليه لسه مش موجوده. تمام. طب هيرد عليك بقى الباشمهندس عيد، لان طبعا الخبير العقاري هيتكلم ويرد على حضرتك. طبعا يا باشمهندس عامر، المحصوره الف وب دي تبع جهاز حدائق مدينه 6 اكتوبر. وعلى في ناس ساكنه موجوده بالفعل. الشوارع الرئيسية كلها سكنت، ممكن يكون في بعض الشوارع الداخلية بقى فقط، لأن أنا متابع المنطقة كويس جدا. فإن شاء الله الأيام اللي جاية بإذن الله هيكون في شغل كويس جدا، تمام، هناك، وخلال الشهرين ثلاثة اللي جايين هتكون الكهرباء وكل حاجة واصلة. الكهرباء والمية يعني والمواصلات، ما فيش برضه مواصلات، قليل خالص المواصلات، لسه ما فيش مواصلات يعني. شبكه هو طبعا موضوع المواصلات دوتي هيبقى يعني هياخد مثلا وقت مع تطور المنطقه. ما اكيد في خطه يا باشمهندس عيد للمواصلات، يعني الدوله بتعمل خطه مثلا للمواصلات، مثلا بتبقى مثلا ميزانيه مطروحه مثلا تبع وزاره الاسكان، بيقول لك مثلا انا في السنه دي هعمل في المنطقه الفلانيه، انا استثمر في المنطقه الفلانيه، دي مرتبطه بميزانيه الدوله. هو طبعا المنطقة لسه المستشفيات، المدارس، او بيتكلم عن مستشفيات المدارس، مفيش حاجة يعني، اعتبر مدينة كاملة ما فيهاش أي خدمات، يعني لو طفل تعب بالليل مش عارف إيه، مفيش برضه إسعاف، لسه مفيش أي حاجة فيها. يعني أتمنى طرح هذا المشكلة، إن مدينة حدائق أكتوبر يعني مدينة كويسة وقربها من يعني من القاهرة، وفيها برضه المدينة السياحية سان كابيتال والحاجات دي، تمام، المفروض يهتموا بقى شوية يعني. تمام. عموما احنا متشكرين جدا يا باشمهندس عامر، وهنرد على حضرتك دلوقتي.
اتفضل يا باشمهندس عيد. هو طبعا بيتكلم على موضوع المواصلات والخدمات، فده يعني حاليا المنطقه دي تحت الانشاء لسه. تمام. فطبعا هو يا فندم هو بيتكلم عن المنطقه دي تطبع جهاز 6 اكتوبر ولا جهاز حدائق اكتوبر؟ حدائق اكتوبر. حدائق اكتوبر. اه لان الجهاز 6 اكتوبر خالص. جهاز لسه جديد. جهاز لسه جديد. هو كان اللي بيمسك مدينه 6 اكتوبر كلها هو جهاز مدينه 6 اكتوبر فقط لغير اللي تم تم تقسيمه للجهازين دلوقتي بقى لل 6 اكتوبر. في حضرتك اكتر من جهاز في دلوقتي موجود حدائق اكتوبر وموجود جهاز سفنكس برضه تابع وجهاز الشيخ زايد في كذا جهاز وهيعملوا وفي جهاز اكتوبر الجديده فاصبح دلوقتي دي تبع حدائق اكتوبر الجديده. طيب انا بتكلم عن مشكله الباشمهندس عامر، انت شايف حضرتك يعني التخطيط ده اللي هو مثلا المرافق وكلام من ده، هل ده بتبقى مشكله الجهاز؟ يعني هل ده تقع على عبء الجهاز ولا تقع على عبء وزاره الاسكان ولا هيئه المجتمعات العمرانيه؟ عايزين نحدد الجهه المسؤوله عن كده. هم كلهم حضرتك مسؤولين مع بعض لان عندنا البنيه الاساسيه خلاص خلصت. تمام. وفي يعني بعض الحاجات البسيطه هو علشان لسه المكان جديد فلسه يعني ايه ما فيش سكان لدرجه اللي تتعمل بقى الحاجات دي كلها، مع الوقت هتتعمل. تمام. يعني طب انت شايف ايه الانجازات اللي مثلا اللي بتعملها اجهزه المدن مثلا 6 اكتوبر او جهاز حدائق اكتوبر؟ والله انا شايف جهاز احنا شايفين في شغل عالي جدا على فكره في الاجهزه دي، والساده المسؤولين على الاجهزه طبعا نشكره جدا، احنا شايفين تحفه في 6 اكتوبر فعلا، وقايمه بدور وزاره الاسكان كمان يعني شايفين انجازات لوزاره الاسكان وهيئه المجتمعات وجهاز مدينه 6 اكتوبر وجهاز مدينه مثلا حدائق اكتوبر. كنا عايزين حضرتك تدينا نبذه عن الاجهزه مدينه 6 اكتوبر وانجازاتها وبرضه الوزاره. والله بالنسبه لجهاز 6 اكتوبر تمام شغال كويس وكان ماسك المناطق كلها وسلمها. تمام. يعني التوسعات الشماليه سلمت وناس سكنت في كذا منطقه سلمت، وجهاز حدائق اكتوبر شغال كويس جدا جدا، ده بيسلم يعني بيخلص مثلا منطقه بيخش في منطقه ثانيه وبيخش في منطقه ثالثه، لا في استلامات وفي شغل كويس جدا. تمام. بس هو موضوع الخدمات العامه دي لازم يكون في يعني درجة تشغيل عالية. احنا شايفين يا باشمهندس ان الناس اللي ماسكة الاجهزة دي على فكرة بتعمل انجازات كبيرة يعني في وقت قصير جدا، يعني احنا لو قارنا الناس الموجودين دلوقتي بالناس اللي قبل كده هنلاقي فرق شاسع، يعني الناس دي بتعمل انجازات. احنا شايفين لحضرتك الخريطة اللي حضرتك عرضتها، الناس المسؤولين دلوقتي في سواء في جهاز مدينة 6 اكتوبر او جهاز مدينة حدائق اكتوبر بيعملوا انجازات خرافية تحت طبعا قيادة وزارة الاسكان والقيادة السياسية للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، يعني احنا الناس دي بتعمل مجهودات خرافية. كان عايزين برضو نتكلم عن انجازاتها. احنا مثلا هو المهندس عامر مهندس بيتكلم عن مثلا التاخير شويه، لكن دي خطه الدوله، يعني الدوله لها طبعا اولويات استراتيجيه وده طبعا هيتعمل للمرافق، بس احنا بنتكلم برضو عايزين ناخد الجانب المضيء، يعني الجانب المضيء في الانجازات عايزين نستعرضه، الناس دي عملت ايه في انجازاتها؟ هو بيتكلم على المنطقه دي بالذات على اساس هو لسه فيها مهله. تمام. يعني في مهله مباني، فالجهاز برضو بيجي بيخلي نسبة الإشغال 80 أو 90% وبيكمل بقية المناطق اللي لسه ما دخلهاش كهرباء، فدي خطة عادية شغالة فيها الدولة. يعني ده خطة بس هو المرافق والحاجات والطرق اللي اتعملت دي اتعملت في وقت قياسي فعلا لدرجة الذهول بصراحة. أنا ما كنتش. أنت شايف حضرتك إيه أهم إنجاز حصل في مدينة 6 أكتوبر بالنسبة للجهاز اللي الجهاز عمله في المدينة؟ يا فندم ده هو أساسا أكتوبر الجديدة دي كانت 2018 أول قرعة نزلت فيها، فدلوقتي فيها طرق ومحاور رئيسية والإقليمي والطريق الأوسطي وطريق الواحات كله اللي اشتغل كويس. تمام. جدا يعني بصراحة الإنجاز جامد جدا بالنسبة لأكتوبر الجديدة على أساس في أراضي وقرعات تانية هتطرح الأيام اللي جاية لأن ما عندناش امتدادات غير المنطقة دي. طب وبالنسبة لفندم دور هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة عايزين برضو نتكلم عن إنجازاتها في مدينة 6 أكتوبر وحدائق أكتوبر. ما هو الانجازات اللي هي بتعملها اللي هي بتنزل اراضي بكميات كبيره. تمام. وبتبدا فعلا سرعه الترفيه، يعني احنا مثلا السنين اللي فاتت كان ممكن الموضوع عادي يعني مثلا ياخد وقت. تمام. امال دلوقتي فعلا تروح في اي مكان في المنطقه يعني تلاقي فيه شغل. تمام. تلاقي فيه شغل ليل ونهار. تمام. يعني انا من خلال كلام حضرتك استنبط ان اللي كلم المهندس عامر بيتكلم عن يعني حاجه شخصيه، مثلا انا كمواطن ساكن في منطقه جديده عايز الخدمات دي في اسرع وقت. يعني المواطن ما ياخدش باله على فكره، يعني ما ياخدش باله مثلا ان في خطه الدوله، انا مثلا المرافق دي هتوصل، المرافق دي مثلا ميه النور الكهرباء كل ده هيوصل الخدمات دي، بس المواطن دايما يعني مستعجل شويه. ما هو في اساسيات
الاول مش واخد باله من خطه الدوله. انا مثلا انا مثلا خدت حته ارض او شقه في مدينه 6 اكتوبر او مدينه اكتوبر الجديده، عايز انا الخامات توصلها دلوقتي، انا ماليش دعوه. هو ما فكرش بقى مثلا في خطه الدوله، في انجازات مثلا لازم يتم بطريقه مرسومه بخطه معينه، وفي ميزانيه. هو طبعا احنا بنشكر على شعوره، بس احنا يعني حضرتك برضه عايزك، انا عايزك توضح له ان دي خطه الدوله، يعني ما فيش فيها استعجال، دي خطه الدوله المفروض هيتم على مراحل، اجلا عاجلا هتتم، بس هي الموضوع موضوع وقت. اكيد ايوه اكيد. هو في ناس ساكنه في المنطقه تمام، بس الشوارع الداخليه في بعض الناس لسه ما بنتش، فهتضطر تحفر يعني كده على اساس لسه في مهله. تمام. فالمفروض اساسا بعد ما الناس كلها بتبني بيبداوا يعملوا الحاجات الاساسيه، لان ممكن كابل يتقطع والحاجات دي بتحصل بالفعل، فهو تمام. موضوع وقت مش اكتر. تمام. يعني انت شايف حضرتك يعني اللي اتكلم فيه المهندس عامر ده، المداخله كانت معانا من شويه، يعني هو بيتكلم يعني هو مستعجل، هو عايز مثل الحاجات تتم في اسرع وقت. لكن ان ده ان الاجهزه لها خطه. وكمان هو مش بيتكلم اللي هو ما عندوش كهرباء بس، ده عاوز بقى مدارس وعاوز خدمات وعاوز كل شيء. وانا مش مهندس، ما هو انا بروح منطقه جديده مش معقوله، يعني مثلا مش معقوله هسوي 6 اكتوبر بمدينه التحرير او بالمناطق اللي هي اللي جايه كده. لازم طبعا كل حاجه بتاخد لها وقت. اكيد هو بس بيتكلم ممكن من حرقته، مثلا هو عايز طبعا المواطن اما بيتنقل، وده طبعا تحت قطه الرئيس السيسي. الرئيس السيسي عوضنا على السرعه والانجاز، فالمواطن خد على السرعه والانجاز. ما هو يعني سياده الرئيس عوضنا على السرعه والانجاز، الحاجه اللي تعمل في 20 سنه بيعملها هو في سنه. ما برضه فالمواطن مشي خلاص على الريتم ده، بقى عايز كده، يعني المواطن عايز كده. حضرتك الايام اللي جايه انا هوري لك فيديوهات. تمام. الاراضي اللي بتسلم حدائق اكتوبر، جهاز حدائق اكتوبر بيسلم بطريقه سريعه جدا. تمام. وبيرفق المرافق. احنا من هنا بنوجه شكر لجهاز مدينه 6 اكتوبر على مجهوده الجبار في المدينه طبعا اللي شلناها في مدينه 6 اكتوبر، وجهاز برضه حدائق اكتوبر، وبنبلغه من ان المواطن يعني عايز يعني اسرع من كده. المواطن عايز اسرع من كده، وطبعا دي خطه الدوله واحنا فاهمين خطه الدوله. طيب شايف حضرتك بالنسبه لمدينه 6 اكتوبر الجديده، يعني انت شايف اهم المناطق اللي انا ممكن مثلا انا كمواطن مثلا دلوقتي وجيت لحضرتك بصفه حضرتك خبير عقاري اقول لك انصحني اروح اشتري فين؟ هو طبعا احنا بنعمل ميزانيه للعميل اللي جاي، بنعرف اتجاهه ايه، استثمار او سكن او شركه مقاولات. فطبعا كل واحد بيبقى ليه يعني ميزانيه معينه. تمام. وليه شغل معين. تمام. فبنعمل له دراسه، بنشوف هو يعني انسب حاجه لايه. اكتوبر الجديده لو حد عاوز يسكن مثلا الفتره اللي جايه خلال السنتين ثلاثه اللي جايين الشغل كله هنا. انت تتوقع يا باشمهندس يعني المتر فيها بتروح بكام دلوقتي؟ يعني مثلا هو مثلا عايز اشتري مثلا حته ارض المتر هيتراوح بكام؟ هو عامه المتر بمتوسطه 5000 من 4 ل 5. طب والارتفاع بقى المباني، انا مثلا عايز ابني مثلا اشتري حته ارض ابني عليها عماره، مسموح لي بكام متر مثلا ارتفاع؟ لا هو كل اللي موجود الرعاه القديمه والاراضي كلها بدروم وارضي وثلاثه وثلاث، ما عدا استثناء بيت الوطن اللي هو الحي التاسع. طب البنايه على كام في الميه من مساحه الارض؟ المباني متوسط 45. 45%؟ آه. طب وال 55% الباقيين؟ حضرتك بتستنفع بيهم جناين مش مدينه جديده. بستنفع بهم جناين. برضه هو وتقدر تعمل هو انا عايز اعرف يا فندم يعني صاحب الفكره دي مين؟ يعني فكره ان انا اخد مثلا 45% مثلا من قيمه الارض ابني عليها واسيب 55%. ما دي مدن جديده وما يعني اسمها مدن جديده لازم يكون لها تنظيم. تنظيم. التنظيم دوت اللي انت جاي يعني بالظبط مكان جديد فيه يعني مش عماير لازقه. هو ممكن قد يكون المقصود بالكلام ده ان انا مثلا الشوارع تبقى واسعه. والشوارع واسعة عشان بعد كده، ما هو انا انا لما اوسع المساحات دي الشوارع هتبقى واسعة بعد كده. لا ما انت بيبقى ليك سور. تمام. على ليك 500 متر بتاعتك كلها. تمام. الشارع كده كده الشوارع عندنا في اكتوبر اقل شارع بيعمل له 15 متر. اقل شارع ده اقل شارع. تمام. الشوارع الداخلية العادية 15 متر. تمام. الشوارع الداخلية اللي بين المجاورات 32 متر. 32 متر. المحاور الرئيسية من 40 ل 60. طب هل ممكن نقول مثلا ان ال 55% اللي بتاخده دول بيتعمل منهم حساب الشوارع ولا دول بره؟ لا 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 ماليش دخل خالص. ماليش دخل خالص. انت تعمل فيهم جناين وتعمل فيهم حمام سباحه براحتك. تمام. طب حاجه خاصه بيه. طب بالنسبه لمدينه 6 اكتوبر الجديده، الجهاز دلوقتي يعني مثلا بيدي فرصه معينه مثلا ان انا مثلا هديك الارض مثلا مده قد كده المفروض مثلا تبني عليها خلال فتره معينه، اذا انت ما بنيتش انا هسحبها منك؟ يا فندم طبعا. المده قد ايه مثلا؟ هو طبعا من محضر الاستلام 3 سنين. بس هو بيجي مثلا المواطنين بيبقوا لسه مثلا ما خلصوش شغل وكده بيدوهم سنه في 6 شهور حسب ايه اللي هم وصلوا لايه. تمام. انا برضو الناس بتسالني برضو يعني حتى في اسكندريه والقاهره و...
والناس يعني معجبه جدا بنشاط شركه ايدكو ونشاط حضراتكم كخبير عقاري. الناس بتسالني يعني شركه ايدكو مثلا بتعمل لي ايه مثلا في حياه مثلا لما اطرح ارض او اطرح قرعه، انا الشركه بتعمل ايه، ايه دورها في الموضوع ده؟ هو بص طبعا احنا تسويق عقاري ده معروف تمام، فاحنا لينا يعني سي مثلا انا وزاره الاسكان او جهاز مدينه 6 اكتوبر طرح عده اراضي، انت انا مثلا عايز اشتري، انت هتفيدني بايه كشركه؟ ما هو بص حضرتك يعني ده كمان انا موجود دلوقتي في التلفزيون ليه؟ على اساس بعرف الناس اللي في قرعات جديده، في اي حد عاوز اي حاجه هيتصل على هيبعت هيتواصل معانا على الواتس او يبعت او يكلمنا. انت بقى هتفيده احنا كل المفيد. لا انت هتفيده بايه؟ هتقول لي مثلا انا هعمل له 1 2 3، عايزك تحدد لي كده في خطوات 1 2 3 انا هعمل معاه 1 2 3. اول حاجه احنا بننزل كل اعلاناتنا على الصفحه وعلى اليوتيوب تمام، وبنبعت لكل العملاء فبنعرفهم مثلا موضوع زي تأجيل الاقساط ادينا اتكلمنا عنه فالناس تمام عارفة. تمام صح جدا. مش تأجيل الاقساط، قصدي الاقساط اللي هي اللي ما دفعش اقساط تمام وعليه فوائد، فدلوقتي تمام. احنا بنقول روح ادفع بدون فوائد تمام لغايه 15/3 تمام. وبرضه اتكلمنا دلوقتي اللي فيه ارض هتطرح في شهر 2 تمام. اول ما بيبدا بقى ينزل المنشور وتنزل الجداول بنبدا احنا نبعتها لكل العملاء. احنا لنا رجاء شخص عند حضرتك ان شاء الله في الحلقات الجايه طبعا. تكون معانا تقول لنا ايه الاراضي اللي هيتم استلامها في المدينه، بس بالارقام بقى يا باشمهندس، يعني مثلا انا عندي مثلا حته ارض في الحته الفلانيه بالارقام والامطار والاسعار، انا مثلا عشان الاسعار وهيكون في فيديوهات وفيديوهات يعني توضح للناس المرافق وصلت لغايه تمام، وعايز برضه تقول لي الاراضي اللي هيتم استلامها تمام عشان برضو الناس اللي بتتابعنا تعرف. ما انا مثلا بتابع برنامج مثلا عقاري او كده عايز اعرف الاراضي القرعه مثلا هتبقى كم حته مثلا في الارض، برضو هستلم ايه؟ ما احنا برضو اول حاجه عايزين ان شاء الله مع حضرتك في الحلقات الجايه تبقى تجيب لنا فيديوهات زي كده بخصوص الموضوع ده، الاستلام استلام الاراضي تمام. الاراضي هيتم استلامها والاراضي برضو اللي هتبقى فيها القرعه تمام. وهو احنا بنعمل ايه؟ لازم بنعرف العميل الارض تمام. سعرها ايه تمام، وهتستلم قد ايه، وهتبني ازاي يعني، ومكانها امتى يعني كده، فبنعرف تمام. العميل كل حاجه الحلقة. على اساس هو هيقدم ولا لا تمام. غاليه ولا لا، مكانها كويس ولا بتديله كل الداتا كامله. لازم يكون في دراسه قبل ما يعني لازم يكون في دراسه في الحاجه اللي انت تشتريها تمام. عمر يا باشمهندس وقت حلقتنا انتهى، وصراحه وقت حضرتك شيق مع حضرتك، وان شاء الله في الحلقات الجايه بقى زي ما وعدتنا بمناطق الاستلام ومناطق كده. اعزائي المشاهدين ان شاء الله لنا لقاء قادم مع الباشمهندس عيد عبد الهادي رئيس مجلس اداره شركه ايدكو العقارات والخبير العقاري المتميز، وان شاء الله لنا لقاءات قادمه متميزه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.